بقول لك سؤال 108، من خلال اهو دراستك للشكل المقابل اي مال يمثل اطراف ايه متشابه. هتبص على الشريط الاول هتلاقي فيه تي، والشريط الثاني هتلاقي فيه تي، يبقى غالبا ده جزيئة دي ان ايه. طيب طالما دي ان ايه يبقى 1 3 5 و 2 5 3. طب انا مش عارف مين فيهم الناسخ ومين فيهم الغير ناسخ، عن طريق تعرفي على الناسخ وغير ناسخ انا كده هنعرف ايه، هنعرف مين 3 ومين 5. طيب تعالى بقى شوف الشريط ده كده، انا جبت من دي ان ايه يبقى كده هنجيب ام ار ان ايه. طيب دكتور ما بقول لي 5 اهو يا ابني، ده ترقيم الاتجاهات. طب بص الاي دي جايه منين؟ والله الاي هي جايه من تكامل التي، والجي تكملها سي، والتي تكملها ايه، يبقى انت كده غالبا واخد ده من الشريط ده، يبقى ده هو الايه الناسخ. طب دي غلطه، بس هتلاقيها ايه، هتلاقيها دي هتلاقيها يو بس كده بقى غير دي بيو اهي ودي بيو. طيب حلو، يبقى ده طالما ده طالما انا نسخت ده من ده يبقى ده الناسخ هيبقى كام 3 شرطه 5 شرطه، يبقى اللي فوق 5 شرطه 3 شرطه، يبقى الام ار ان على طول هيبقى من كام لكام، من 5 ل 3. هو عايز بقى الاطراف المتشابهه، لو بصيت 2 4 6 تعالى كده بالراحه 2 4 6 5 3 5 لا دي مش اطراف متشابهه. طب 2 3 6 تعالى شوف كده بالراحه 2 3 6 5 شرطه 5 شرطه 5 شرطه، فعلا دي ايه متشابهه. طيب ادرس رسم بيان المقابل ثم حدد ما الرمز الذي يشير الى بوليمر الام ار ان ايه، ودي بيقول لك عدد الروابط الهيدروجينيه، عدد الروابط الايه الهيدروجينيه. هل الام ار ان ايه في اي رابطه هيدروجينيه؟ شريط واحد. والله الام ار ان ايه هو عباره عن شريط واحد ما فيهوش اي رابط هيدروجينيه، يعني مين المركب اللي قدامك اللي يعتبر ما فيهوش رابط هيدروجينيه؟ هو المركب الف خلاص، والمفروض بس الرسمه اللي وضع الكاتب بس كان المفروض يقلل ده سنه برضو خلاص، يخليه قريب منين من الصفر. طيب تعالى كده ركز معايا هنا، من خلال دراستك للشكل المقابل اي العبارات التاليه تصف عمليه نسخ صحيحه. تعالى بالراحه كده كبر كده بالراحه وركز معايا، تعالى كده نلون كده، ده محفز، هو المحفز موجود قبل الجين ولا بعد الجين؟ قبل الجين. قبل الجين، يبقى الجين ده جين ايه والمحفز قبل الجين، تمام. يبقى انا لو انا عايز ننسخ الجين ايه ده، هننسخه في الاتجاه ده ولا في الاتجاه ده؟ تعالى بالراحه، انا بمشي على طول على الجين في الاتجاه 5 3 ولا 3 5؟ 3 5 على القالب. يبقى انت هتمسك انه شريط، تمسك التلاتة وتمشي في الاتجاه 3 5، يبقى هتنسخ الجين ايه في اتجاه معاكس كده ولا معاكس؟ لا مش معاكس، 3 اهو قالب 3 5 هتمشي كده في اتجاه صوت. طب تعالى بص في الجين ايه، هتلاقي تعالى بص كده على المحفز فين، المحفز اهو، المحفز اهو، المحفز قبل الجين، فالمفروض الجين اهو هذا جين بي، هنمسك الشريط انه 3 5 التلاتة فوق، هنمشي من 3 ل 5 يعني هنمشي كده. لا يا دكتور ده لو مشيت كده انا كده ماشي من 5 ل 3 ينفع؟ لا انت هتمشي في اتجاه ايه؟ 3 ل 5، يبقى هتمشي في اتجاه مين؟ سي. طيب تعالى كده نشوف بقى، يتم نسخ الجيم بي في على القالب 5 3 لا في الراحه، يتم نسخ الجيم بي فين بي اهو على القالب 3 5 في الاتجاه صد؟ لا يا معلم انا اتجاه سي. طب يتم نسخ الجيم بي على القالب 3 5 قالب 3 5 في الاتجاه سين؟ قال لك هي دي الاجابه صح. طب تعالى نكمل، يتم نسخ الجين ايه على القالب 5 3؟ لا انا ما بستخدمش القالب 5 3 اصلا، 3 5 بنستخدم القالب كام؟ 3 5 مش 5 3. يبقى كده نفهم من السؤال ايه، ان المحفز على طول قبل الجين، ده رقم واحد. اتنين، يتم نسخ الجين في الاتجاه 3 شرطة 5 شرطة على مين؟ على القالب. طيب
السؤال ده يتعاد كذا مره في الفيديو. تعال ركز كده معايا بالراحه بقى. الشكل المقابل يوضح بعض العمليات التي تحدث فيه. والله انا ملاحظ ايه قدامي؟ انا ملاحظ هنا ان ده كده انزيم اهو بينسخ ام ار ان ايه، ومجرد ما اتنسخ الترجم دخل له ريبو سوم، يبقى ده غالبا اوليات ايه؟ نواه. ده سيتوبلازم خليه كبد خنزير، ده الخنزير حقيات نواه. تمام. نواة سيتوبلازم قطر فطر خميره، قال لك لا ده برضه حقيقيات نواه. نواة وسيتوبلازم اميبا، انا ما شفتش قدامي نواه اصلا. طيب سيتوبلازم قشريه شغلها، قال لك اه ده فعلا سيتوبلازم القشريه شغلها اللي هي البكتيريا، لان احنا اتفقنا ان عمليه النسخ والترجمه في الاوليات بتاعته في السيتوبلازم، بمجرد نسخ الام ار ان ايه هيبدا عمليه الترجمه، وبمجرد اكتمال النسخ تكتمل عمليه الترجمه. ادرس الاسم الذي امامك الذي يوضع عمليتين تحدثان داخل خلايا الكائنات الحية. والله الانزيم الف، ركز كده معايا، هو ماشي كده بالراحة اهو، ماشي كده يعني ماشي من 5 لـ3 حلو، وماسك القالب 3 كام 5 بالراحة، بيبني يو، يبقى ده غالبا بيبني ام ار ان ايه. يبقى الانزيم واحد ده انزيم بالمرت الام ار ان ايه، لان عرفت ان الجديد عليه يو. طب بص الانزيم رقم 2 برضه بيستخدم القالب كام؟ 3 5 ماشي، يبقى الجديد 5 3 ماشي، مفيش اي مشاكل. بس ركز ان ايه جاب تي والسي جي والتي ايه، خلاص يبقى ده اكيد انزيم بالمرت الدي ان ايه، يبقى ده اكيد تضاعف دي ان ايه. النسبه بين عدد انواع الانزيم 1000 او 1 الى عدد انواع الانزيم 2 في حقيقيات النواه، بالراحه كده بالراحه. الانزيم 1 ده انزيم بالمرت ار ان اي صح؟ في الحقيقيات كم نوع؟ قال لك 3، واحد بيعمل ام ار ان اي، واحد بيعمل تي ار ان اي، واحد بيعمل ار ار ان اي. انما 2 في الحقيقيات هو انزيم بالمره واحد للدي ان اي. يبقى انا كده عندي ايه؟ عندي 3 الى كام؟ 3 الى 1. طيب سؤال 113، الرسوم البيانيه التاليه توضح كميه الريبونيوكليوتيدات. طالما قال لك ريبونيوكليوتيد يبقى قصده على نوكليوتيدات الار ان ايه، الحره والاحماض الامينيه في خليتين مختلفتين. تعال بص كده، في الخليه س حصل نقص الريبونيوكليوتيدات اهوت في نفس الوقت اللي بيحصل فيه نقص الاحماض الامينيه الحره. يعني انت كده بتكون، ما هو انت بيحصل نقص الريبونوكليوتيدات ما انت بتستخدمها في تكوين ار ان ايه، طالما بيحصل نقص الاحماض الامينيه يبقى انت بتستخدمها في تكوين بروتين. عمليه تكوين الار ان ايه غالبا غالبا جت في نفس الوقت اللي بنكون فيه بروتين، يعني النسخ والترجمه بيحدثوا في وقت ايه واحد، يبقى غالبا غالبا دي اوليات نواه. والمفروض الرسم دي بس عليها تعديل بسيط، ان عمليه او هي حتى موجوده، ان عمليه نقصان الاحماض جه بعد سنه بسيطه جدا من بدء النسخ. طيب تعالى بص بقى في خليه صاد، هنلاحظ ان كميه الريبونيوكليوتيدات قلت بعديها فتره طويله بدات الاحماض تقل. يبقى طالما الاحماض قلت بعد قله بعد قله يعني انت كده في الجزء ده كونت ار ان ايه، طب وهنا بديت تكون بروتين، بس لاحظ ان عمليه نقص الاحماض الامينيه جت بعد فتره طويله جدا من نقص الريبونيوكليوتيدات، يبقى الترجمه غالبا هنا حدثت بعد اكتمال النسخ. يبقى غالبا الخليه صاد دي ايه، طالما حدثت بعد اكتمال النسخ او حدث بعد فتره طويله من النسخ، يبقى انا سبت النسخ يكمل ودخلت بالترجمه، دي بقى اكيد اكيد حقيقيات نواه. يبقى انا كده عندي س من اوليات نواه، ص من حقيقيات النواه، الاجابه رقم د.
الرسم الذي أمامك يوضح مجموعة من العمليات الحيوية التي تتم داخل إحدى الخلايا. ولكي يكون الحمض النووي بإنتاج رقم 2، فين 2 أهو اللي أنا شايفه ده معايا، إن ده كده دي إن إيه أهو، جبنا منه واحد ده الـ RNA أو الـ mRNA، جبنا منه سلسلة عدبي بتايد، يبقى ده غالبا البروتين. هيدخل جوه النواية تاني. طيب تعال نشوف كده، قال لك ايه؟ قال لك رسم مقابل يوضح مجموعة من العمليات الحيوية التي تتم داخل احدى الخلايا. ولكي يقوم الحمض النووي رقم 2، ولكي يقوم الحمض بانتاج رقم 2 يعني انتاج البروتين، فانه يحتاج للقيام بعمليتين. ايه هما عمليتين دول؟ عشان يقوم عشان يصنع بروتين يبقى لازم يعمل نسخ وايه ترجمة، مش اي كلام، نسخ يعني تكون ام ار ان وترجمة، اي تصنيع بروتينات. عملية الترجمة في اوليات النواة، الترجمة في اوليات النواة قد تحدث اثناء النسخ. والله يا دكتور ماشي فعلا صح، يعني انت عندي اهو اوليات نواة، اداة بكتيريا، هتلاقي دي ان اهو لولب مزدوج ملتحم الناحيتين، هتلاقي دي عملية ايه؟ تصنيع ار ان ايه. بمجرد ما يبرز الطرف 5 شرطة بيبدأ يدخل الريبوسوم يرتبط، وتبدأ عملية تخليق البروتين. تبدأ عملية تخليق الايه؟ البروتين. طيب بقول لك ما الذي يمكن استنتاجه بالنسبة لأوليات النواة أثناء الترجمة؟ يكون الدي ان ايه مرتبطا بالبروتينات غير الهستونية التركيبية. بالراحة، هو احنا هنا انا شغال هنا اثناء الترجمة، لك اثناء الايه؟ الترجمة. اثناء الترجمة يبقى في عملية ايه؟ نسخ. يبقى طالما في ترجمة، احنا قلنا اوليات الاتنين مع بعض، يبقى اثناء الترجمة في عملية ايه؟ نسخ. واحنا قلنا لازم اثناء عملية النسخ نفك تكثيف الدي ان غير اصلا ان اصلا ده اولياتنا هو ما فيش اصلا بروتينات او غير معقب ببروتين. يكون شريط الدي ان ايه مزدوجين في جميع المناطق. لا يا دكتور، ده انا لازم نفك عشان نعمل عمليه نسخ. يكون شريط الدي ان ايه منفصلين في بعض المناطق. قال لك لازم يكونوا منفصلين بعض المناطق عشان تحدث عمليه النسخ، لان هنا النسخ بيحدث اثناء الترجمه. طب يكون الدي ان ايه ملتف حول البروتينات، ما فيش اصلا بروتينات، الدي ان ايه في اوليات غير معقب اصلا ببروتينات. بيقول لك اي مما يلي يميز الجزء المقابل عن كله من الام ار ان ايه، زود هنا الار ار ان ايه. يعني عايز ميزه في التي ار ان ايه. على فكره احنا كده شغالين في اسئله كتاب التفوق الاساسي لسه. وجود روابط، قال لك فعلا صح، التي ار ان ايه في روابط هيدروجينيه بس مش كل الاماكن يعني. طب مكان النسخ، نسخ اي ار ان ايه في النواه. مكان العمل في السيتوبلازم كله. طب الوحدات البنائيه، والله الريبو نيوك ليوتيدات. طيب السؤال اللي بعده، انا غالبا كده قدامي الشكل واحد ده شايف فيه نواه، يبقى دي غالبا كده حقيقيات نواه. طب وده انا مش شايف قدامي نواه، يبقى ده غالبا اوليات نواه. طب تعالى شوف كده بالراحه، الخلية شكل واحد تنفع خلية كبد فار؟ والله يتمشي يا دكتور، خلية حقيقية نواة فعلا. طب تنفع خلية براميسيوم؟ طالما مش بكتيريا انا شغال حقيقية نواة، البراميسيوم دي اوليات حيوانية حقيقية نواة. طب خلية بكتيريا؟ لا دي بعيدة بقى. طب بلاستيدة خضراء نبات الفول؟ والله بص هل دي تنفع بلاستيدة؟ قال لك دي كده مش بلاستيدة، لان لقيت جواها ايه؟ نواة. هتلاقي البلاستيدة كده اكراس جرانه، وهتلاقي فيها دي ان شبه بتاع الاوليات، يبقى دي كده ما عادش ينفع لا الف وب. طب كمل بالراحه، شكل 2 خليه الاميبا، عدل خليه الاميبا. والله يا دكتور خليه الاميبا 2 لا، ده دي ان في ساحه السيتوبلازم، والاميبا دي حقيقيات مش اوليات. ميتوكوندريا اسد، ممكن بقى، ما هي الميتوكوندريا ديت فيها دي ان يشبه بتاع الاوليات فعلا صح. يبقى الاجابه كده رقم بيه. احنا لسه شغالين كده في اسئله كتاب التفوق الاساسي. لحد الان كده المفروض انواع البروتين تركيبه وتنظيمه خلاص في الامتحان، والتفوق والدليل والامتحان مراجعه نهائيه. دي انواع الار ان ايه خلاص كده في الامتحان، ودلوقتي شغال في التفوق. طيب كمل،
الشكل المقابل يوضح قطع الدي ان ايه. يبدا منها نسخ احمد، لا نسخ احمد احد احد الجينات، بس انا حبيت افكرك بيه. اي البدائل التاليه تصف هذه القطع وصفا دقيقا. يبدا منها نسخ احد الجينات. تعالى بالراحه كده، امسك كده الشريط اللي فوق هتلاقي فيه بص تاج تي اي جي، وطالما قال لك يبدا منها نسخ احد الجينات يبقى لازم البدايه تكون في احد الشريطين تاج. طالما قال لك يبدا منها النسخ يبقى لازم البدايه يكون فيها تاج. طب البدايه لقينا على فوق اهو تاج، يبقى خلاص ده الشريط كام شرطه؟ 3 شرطه 5 شرطه، واللي تحته 5 شرطه 3 شرطه. طب يا دكتور ماشي يا دكتور، بس انا لقيت البدايه تاج بس النهايه تي جي ايه؟ قال لك ما هو ما قالكش نهايه، ده كده جزء من الجيم بس ده البدايه. طب نسالك سؤال بقى، هل دي النهايه؟ قال لك عمر ما دي تكون نهايه. ليه؟ لانها لو نهايه كانت لازم تنتهي بايه؟ بايه تي تي؟ شغل دماغ. يبقى دي هو قال لك بص بص، عشان كده قال لك يبدا عندها نسخ احد الجينات بس، ما قالكش بقى وينتهي. اي بدايه تصف هذه القطعه وصفا دقيقا. الشريط القالب هو اكيد الشريط الاول زي ما اتفقنا، هو اللي فوق اللي عليه تاك اللي بادي بتاك. طيب النهايه سين دي 3 شرطه ماشي، يبقى دي غلط. طب النهايه صاد اهي برضو 3 ايه شرطه. والسؤال جميل جدا جدا جدا، سؤال 119 بيقول لك الانزيم سين ده اهو، ركز كده، بيبني شريط هنا وهنا بيبني متقطع، يبقى اكيد ده انزيم بالمرت الدي ان ايه. طيب الانزيم ده كده غالبا بيبني بص شريط ام ار ان ايه، يبقى انزيم بالمرت ام ار ان ايه. طب تعالى ركز كده معايا بالراحه، نوع القواعد البريمي ديني. انا عايز ميزه في س عن ص، ميزه في س عن ايه؟ عن ص. انا عايز ميزه في ده مش موجوده في ده. هل نوع القواعد البريمي في نيوكليوز الشريط الجديد؟ قال لك والله في س مش ده دي ان ايه، هيستخدم سي ايه مش بريمي ديني، يبقى هيستخدم سي وتي. طب انزيم بالمرت الام ار ان ايه هيستخدم سي ويو. انت غالبا كده فعلا س بيتميز عن ص في نوع القواعد البريمي ديني. طب الوحدات البنائيه المكونه له، هو عايز الوحدات البنائيه المكونه لمين؟ للانزيم ذات نفسه، يبقى اكيد وحدات بنائيه ايه؟ احماض امينيه. ما هو اي انزيم في الدنيا عباره عن احماض امينيه، ده واجه شبه. طب اضافه النيوكليوت، اتجاه اضافه النيوكليوتات في الشريط الجديد، قال لك اي شريط جديد بينبني على طول من اتجاه 5 شرطه ل3 شرطه، سواء كان دي ان ايه شريط جديد او ار ان ايه شريط ايه جديد. نوع قال بيورينيه، بيورينيه على طول اي او جي، هنا هيستخدم اي او جي وهنا هيستخدم اي او جي، يبقى البيورينيه متشابهه، يبقى كله متشابه ما عدا ايه؟ ما عدا الف. يقول لك الشريط بيعبر عن 3 انواع مختلفه من الكودونات توجب جزئيه الام ار ان اي، الازرق ده كودون، والاحمر احماض امينيه مترجمه، والاصفر احماض امينيه في البروتين ايه؟ النات. طيب تعالى بص بقى في سي، عنده كودون وعنده حمض مترجم وعنده بروتين، عنده كودون وعنده حمض وعنده احماض امينيه مترجمه وعنده ايه؟ احماض في بروتين ناتج. اما صاد ده هو عباره عن كودون فقط، ولا ليه احماض امينيه مترجمه ولا ليه بروتين ناتج، يبقى غالبا ده كده اكيد 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 كودون ايه؟ وقف. طالما ملوش حمض ايه؟ اميني، يبقى الوقف يا اما يا اما يوجا يا اما ياش. طب تعالى بص، هو عايز مضاد كودون س ص ايه؟ مين اللي تعرف تجيبه؟ صاد. طب ليه؟ لان كده كده احنا عارفين كودون وقف ده لا يترجم، يبقى ملوش ايه؟ ملوش مضاد كودون اصلا، يبقى ده لا يوجد له مضاد كودون، يبقى بالاستبعاد تختار دال. طب انا هنعرف نجيب سين يا دكتور وعين؟ عمرك. ليه؟ لان هو ما اعطاكش حاجه تجيب منها مضاد كودون، ما اعطاكش عشان تجيب مضاد كودون، فانت السؤال هتجيبه بس بايه؟ بالاستبعاد. السؤال 121، في احدى خلايا كائن حي حدث تغيير في الدي ان ايه، وبعد نسخ الام ار ان ايه في احد من احد الشريطين بدات عمليه الترجمه ثم توقفت عند منتصف جزيء الام ار ان ايه. اوبا بص، انا كان معايا جزيء دي ان ايه ماشي حلو، وبعد بقول لك حدث تغير في الدي ان ايه، الدي ان ايه حدث فيه ايه؟ تغير. طالما التغير يبقى اكيد طفره على كلا الشريطين في نفس الوقت ونفس ايه؟ الموقع. طيب وبعد نسخ الام ار، لما جينا ننسخ الام ار ان ايه من احد الشريطين بدات عمليه الترجمه ثم توقفت في منتصف جزيء الام ار ان ايه، يبقى غالبا كده غالبا لما عملنا طفره على الدي ان ايه عملنا طفره بحيث كوننا كودون وقف في النص. هو كان مثلا يعني مثلا كان مثلا في الدي ان ايه ده مثلا كان عندي ايه
تي اي مثلا في النص، وده كان ناسخ مثلا. لما عملنا الطفره غيرنا مثلا ايه ده هي بتي، فاحنا كده حولنا كودون عادي لكودون وقف، فاصبح الوقف على الام ار ان جه فين؟ في النص. فده اللي خلى الام ار ان ايه ترجمته واقف في النص. طالما الام ار ان ترجمته وقفت في النص، يبقى الطفره اللي حدثت في الدي ان ايه حولت شفره عاديه لاحد كودونات الوقف، يا اما اي تي تي يا اما اي تي سي يا اما اي سي تي. طب تعالى نشوف ما تفسيرك لحدوث هذه الحاله. فقد قاعدتين متقابلتين في اوقات مختلفه، والله لو اوقات مختلفه سيحدث الاصلاح. فقدت قواعد مختلفه في اوقات مختلفه سيحدث الاصلاح. فقدت قاعده بيورونيه من احد الشريطين، يا ابني طالما احد الشريطين الشريط الثاني سليم يبقى سيتم الاصلاح. فقدت قاعدتين متقابلتين في نفس الوقت ونفس الموقع، يبقى كده هنا في ايه؟ طفره، يعني هنا لا يحدث الاصلاح. بس انا عايزك تكمل بقى الفكره اللي حصلت. طالما الام ار ان وقف في النص، يبقى كده احنا جبنا كودون وقف فين؟ في النص. يبقى احنا كده التغيير اللي حصل في الدي ان ايه تغيير ادى الى تكون احد كودونات ايه؟ الوقف في النص. طيب السؤال اللي بعده، يحتوي جزء من الدي ان ايه على تتابع ده كده، خمسه شرطه تي اي سي تي جي سي سي تي اي اي جي تي الذي يمثل الشريط الغير ناسخ. طب خلاص يا ماشي ماشي حلو. دكتور طب ازاي يا دكتور ده بادي بتاعك؟ يا ابني قال لك ده جزء من الدي ان ايه، يعني ممكن ده يكون جزء كامل، شريط كامل اهو، ده خمسه، مش الخمسه على طول بادي ب ب تي اي تي جي. هو الناسخ على طول تي اي سي، يبقى تلاقي ده بادي بـ اي تي جي. في النص، في النص بقى التتابع اللي هو على طولك ده تي اي سي كذا 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 كذا، يعني مش لازم هو هنا اعطاك. طالما بدا بتاك مش معناه انه ناسخ، هو ده جزء منين؟ قال لك ده جزء من دي ان ايه، فانت ما توقفلوش ايه على الواحد. طب كمل كده، ما هو تتابع مضاد الكودون الذي يمكن ان يرتبط بقطعه الحمض النووي ام ار ان ايه؟ تعالى بالراحه كده ايه اهدى عليا، مش ده الغير ناسخ؟ يلا نجيبه الناسخ الاول. يلا الخمسه تبقى كام؟ ثلاثه، ها ايه تي جي اي سي جي جي اي تي تي سي اي، ثلاثة شرط خمسة شرط، احنا كده جبنا ايه؟ الناسخ. طب انا عايز بقى هات لي الاول الام ار ان ايه، يلا بينا هات الام ار ان ايه، خمسة شرط. الاي تبقى تي شريط كيو، حط يو اي سي، الاي تبقى الاي تبقى تي شريط كيو، حط يو جي سي، الجي تبقى ايه؟ سي، الاي تبقى تي شريط كيو، حط يو، التي تبقى ايه؟ التي تبقى ايه؟ جي تي شريط تي، حط يو، ثلاثة شرط. كده جبنا الام ار ان ايه. طب يلا هات لي بقى بعد كده تي ار مضاد الكودون على تي ار ان ايه، يلا مضاد اليو اي سي اي يو جي. طيب طيب اليو جي سي هتبقى اي سي جي. طب السي يو اي هتبقى جي اي يو. طب الاي جي يو هتبقى يو سي اي. اختاروا ايه بقى كده؟ ركز معايا، جي اي يو جي اي يو، مش ده التلاته خمسه؟ يبقى دي الناحيه دي تلاته شرطه خمسه شرطه، تلاته شرطه خمسه شرطه، تلاته شرطه خمسه شرطه، تلاته شرطه خمسه شرطه. تعالى جي اي يو، والله يا دكتور انا عندي فعلا اهو، تعالى بص كده امسك واحده واحده بقى. جي اي يو موجوده اهي، ثلاثه فعلا خمسه، يبقى دي تمشي ونرد كدود. طب يو جي اي، طيب يو جي اي دي اسمها يو سي اي، اي سي جي اي يو جي مش موجود. طب يو اي جي ده مش موجوده برضو، اي جي يو اي جي يو برضو مش موجوده، يبقى كله مش موجود ما عدا ايه؟ ما عدا الف. في اي مشاكل؟ السؤال ده برضو كنا ممكن نحله ازاي؟ لو كنا فاكرين التي ار مضاد الكولون
على التي ار ان ايه. كنا بنقول عليه ايه بقى؟ كنا بنقول عكس الام ار ان ايه على طول، بيبقى مكمل لنقط وشبيه لنقط. تعال، هو قال لي مكمل لكذا، استبدل دهيت هو الام ار ان ايه كان مكمل لمين؟ والله الام ار ان ايه كان مكمل للناسخ، يبقى ده مكمل للغير ناسخ. هو الام ار ان ايه كان شبيه لمين؟ كان شبيه للغير ناسخ، يبقى ده شبيه للغير للايه؟ للناسخ. عكس يعني كان ممكن نعمل ايه؟ كان ممكن الشريط اللي هو عطولي ده اهو نجيب على طول ايه؟ المكمل بتاعه. ولما نجيب المكمل اهو، هات لي المكمل كده، تي تبقى ايه؟ يو جي، ده اول مضاد قدوم، ثاني مضاد قدوم اي سي جي، ثالث مضاد قدوم جي اي يو، رابع مضاد قدوم يو سي. هتلاقي ايه برضه؟ هتلاقي عندك الموجود عندك جي اي يو ايت الخيار رقم كام؟ الف. خلاص بس يا رجاء ما تجيبش بدي، هات زي ما عملت، اعطيك غير ناسخ هات ناسخ، اعطيك ناسخ هات ام ار ان، هات من ام ار ان ايه تي ار ان، استهلك 3 4 دقائق زياده احسن ما تحل غلط. السؤال اللي بعده، بقول لك ايه؟ بالاستعانه بالبيانات الموضحه والتي تمثل نسب القواعد النيتروجينيه في دي ان ايه وار ان ايه لاحد انواع النبات البصل، ما سبب اختلاف هذه البيانات؟ بره هقول لك هنا الـ A 31 و8، T 31 و6، C 18 و4، G 18 و2، يبقى غالبا ده لولب موز دوت. طب A G C U يبقى غالبا ده R ان ايه. طب تعالى كده بقول لك ايه، ما سبب اختلاف هذه البيانات؟ هل عشان يختصر الدي ان ايه على النواه فقط بينما الار ان ايه في جميع اجزاء الخليه؟ هو ايه جاب ده للبيانات اللي فوق؟ الدنيا عباره عن لولب مزدوج ولولب عباره عن شريط مفرد يا معلم. احنا كده على فكره دخلنا في خلصنا اسئله التفوق الاساسي، ودخلنا على اسئله كتاب الامتحان مراجعه نهائيه. اي مالي صحيح عن الدي ان ايه والار ان ايه؟ السؤال اللي بعده، ولك اي مما يلي صحيح عن الدي ان ايه والار ان ايه؟ بالراحه كده، بهما بيورينات وبريميدينات مختلفه. والله يا دكتور الدي ان ايه البيورينات بتاعتها والار ان ايه البيورينات بتاعتها كالاتي، بيورينات الدي ان ايه اي وجي، بيورينات الار ان ايه اي وجي. طيب تعالى بص على البريميدينات هنا والبريميدينات هنا، بيورينات الدي ان ايه سي وتي، بيورينات الار ان ايه سي ويو. طيب يبقى هل البيورينات والبيورينات مختلفه؟ قال لك لا. امال مين المختلف؟ قال لك والله بص المختلف اهو البريميدينات هي المختلفه، انما البيورينات متشابهه. هنختار ايه كده؟ بيهما نفس الايه؟ البيورينات لا. بيهما نفس البيورينات لا. بيهما نفس البيورينات ويختلفان في البيورينات يا معلم. يبقى هي الاجابه رقم د. شغال في اسئله كتاب الامتحان المراجعه. اذا علمت ان جينات الدي ان ايه في خلايا حقيقيه النواه تحتوي على اجزاء تحمل شفره تسمى اكزون، دي قلناها المره اللي فاتت. واجزاء اخرى تحمل شفره تسمى انترون. فاذا كانت ثلاث شرطه اي 1 اي 1 اي 2 اي 2 اي 3 اي 3 اي 4 يمثل قطعه من شريط دي ان ايه، ما هو الدي ان ايه كده عليه اجزاء فيها شفره واجزاء عديمه الشفره. اي مال يوضح جزيء الام ار ان ايه الذي سيتم ترجمته. احنا قلنا الام ار ان ايه قبل ما يتم الترجمه بتحصل له عمليه ايه؟ نضج، بحيث نشيل اي جزء عديم الشفره. يعني عديم الشفره هينشال، مين عديم الشفره يا دكتوره؟ اللي بالله يبقى الشفره هو الانترون. يبقى هنشيل اي اي موجوده منه، ومش هنسيب الا الاكزون اللي هو يمثل شفره. يبقى مش هنسيب الا ايه؟ مش هنسيب الا اي 1 اي 2 اي 3 اي 4. طب هو بادي بثلاثة شرطه صح؟ ده الدي ان ايه. يبقى الار ان ايه هيبقى ايه؟ خمسه شرطه اي 1 اي 2 اي 3 اي 4 ثلاثة ايه شرط. تختار ايه كده يا معلم؟ تختار ب. طب ليه يا دكتور بدأ بثلاثة؟ ما هو هنا اما ار ان ايه وهنا دي ان ايه. السؤال اللي بعده، الشكل المقابل يوضح قطعة من جزيء دي ان ايه. اي التتابعات التالية تمثل جزء من ام ار ان ايه المنسوخ من هذه القطعة؟ بالراحة، الراجل بيقول لك ده اتجاه النسخ. يبقى بص فوق، بص لفوق واقول لك اتجاه النسخ كده. حلو.
يبقى هتبص وتمسك الشريط انه ثلاثة شرطة. فين الثلاثة شرطة؟ اهو 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 اهو. طيب يبقى هتمشي تمسك الشريط الاحمر اللي ملونه لك ده. دكتور اشمعنى هو قال لي اتجاه نسخ ده؟ قال لك اصل يا حمار لو قال لك اتجاه نسخ كده كنت هتبص من تحت وتمسك الثلاثه شرطه. فاهم حاجه؟ اه. يبقى هتبص الاول على اتجاه النسخ. اتجاه النسخ لتحت تمام، يبقى هتبص من فوق وتمسك الثلاثه خمسه. يلا ابدا يلا من هنا كده وانت نازل. يلا كده 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 كده. يلا هات الجي خلاص. مش انت بقيت بثلاثه بقى ده بكام؟ خمسه. الجي تبقى سي، سي تبقى جي، الاي تي شيل تي حط يو، تي اي الاي تي شيل تي حط يو، الاي تي شيل تي حط يو، الاي تي شيل تي حط يو، تي اي دي سي ولا جي؟ دي غالبا دي غالبا جي، اعتبرها جي هتلاقي دي سي 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 اي. طب يبقى كده جبنا الام ار ان اي. مش انا بديت بخمسه يبقى انا هيب بكام؟ بتلاته. يبقى انا كده اشتغلت على الدي ان اي من تلاته لخمسه فعلا، والار ان من خمسه لتلاته. طب يلا هنجيب الشريط ازاي؟ ما تتوهش. هتعمل ايه؟ الخمسه ناحيتها سي سي يو، والتلاته ناحيتها اي سي سي. دور عليه. الخمسه ناحيتها يو، الخمسه ناحيتها يو، والتلاته ناحيتها ايه؟ جي. يبقى التلاته لا، التلاته ناحيتها ايه هنا؟ انا عايز خمسه ناحيتها يو وتلاته ناحيتها ايه؟ خمسه يو تلاته ايه؟ لا هنا جي. الخمسه ناحيتها جي، انا عندي المفروض الخمسه ناحيتها ايه؟ سي مش جي، يبقى دي غلط فيها كمان. طب انا عايز الخمسه ناحيتها يو. والله يا دكتور دي غلط، ده هنا الخمسه ناحيتها ايه؟ طب بص هنا التلاته ناحيتها ايه؟ فعلا اهي، والخمسه ناحيتها يو. لا يعني معلش ناحيتها سي اهي. بص كده مش دي خمسه؟ اه سي جي يو، خمسه سي جي يو. بعد كده اي يو يو، اي يو يو كده، يو اي سي، يو اي سي كده، سي سي اي سي سي اي. يبقى هجيب الشريط ازاي؟ امسك الطرفين ودور عليهم. الخمسه ناحيتها سي والتلاته ناحيتها اي، ودور عليهم هنا. هنا يا دكتور الخمسه ناحيتها سي، لا هنا يو، مش هتنفع. انا معلش قريت وانا بشتغل قريت دي كده يو، لا هي دي سي. الخمسه هنا ناحيتها يو مش هتنفع. طيب هنا التلاته ناحيتها يو، لا ده التلاته ناحيتها ايه؟ يبقى مش هتنفع. الخمسه ناحيتها ايه؟ تعالى بص الخمسه ناحيتها ايه؟ لا ده الخمسه ناحيتها سي مش هتنفع. يبقى مش هتنفع اللي معاك الا ايه؟ ده لما بصيت عليها لقيتهم كلهم مع بعض. السؤال اللي بعد، اي ميل صحيح بالنسبه لتتابع قطعه من شريط دي ان اي التي امامك؟ تعالى شوف كده بالراحه بقى. جي جي اي تي اي جي اي تي سي. اوبا تعالى كده بالراحه. لقيت في النهايه ايه؟ لقيت في النهايه اي تي سي. طيب اي تي سي ده كله ايه؟ كله الوقت. مش الوقت معايا اي تي سي او اي سي تي او اي تي تي. اه طالما ده وقت يبقى ده ناسخ. الناسخ من كام لكام يا معلم؟ من 3 شرطه ل 5 شرطه. يبقى ده شريط ناسخ. قال لك اه فعلا شريط ناسخ. طيب والجي بقى؟ الجي ده اهي عند الطرف كام شرطه؟ 3 شرطه. لازم ولا بد تكون حافظ الوقف. ما تقوليش عكس نيانج نيانج ونيانج، لا انت احفظ الوقف عشان تعرف تشتغلهم على طول، لان انت معظم اسئلتك معتمده على حفظك الوقف. اي تي تي اي تي سي اس تي. اللي بعده لسه ما زلنا شغالين في اسئله الار ان اي في كتاب الامتحان مراجعه نهائيه. يتم نسخ جزيئات الام ار ان اي في انويه خلايا بيتا بنكرياس. ماشي، ما احنا عارفين فعلا الام ار ان اي مش هيتنسخ الا في خليه الجين فيها نشط اللي هي بيتا بنكرياس، والذي يخرج الى الريبوسوم في السيتوبلازم خلال الثقوب النوويه. احنا عارفين الام ار ان اي بيطلع بره عن طريق ثقوب الغشاء النووي. يتم ترجمته لهرمون الانسولين تمام مش مشاكل. في ضوء ما درست، ما الذي تتوقع حدوثه في خلايا بيتا بعد انخفاض مستوى السكر في الدم؟ ركز بقى معايا بالراحه. لما مستوى السكر في الدم يقل، يعني الجلوكوز في الدم يقل، جلوكوز الدم يقل. والله يا دكتور لما جلوكوز الدم يقل 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 يبقى انت كده محتاج انسولين ولا مش محتاج؟ انا كده مش محتاج انسولين. ليه؟ ما هو الانسولين مش مع الجلوكوز، الجلوكوز قل يبقى الانسولين هي ايه؟ هيقل. يبقى انت في الحاله دي محتاج
تقلل الانسولين. ليه؟ اصل انت لو زودت الانسولين في الحاله ديت هيقلل اكتر ما هو قليل، مش هينفع. فانت لازم هنا تقلل الانسولين وتزود الجلوكا جوه عشان يرفعوا المعدل الطبيعي. يبقى في الحاله دي كده لا يتاثر معدل نسخ الام ار ان، قالك لا ده انت المفروض تقلل الانسولين، يبقى تقلل تصنيع البروتين، يبقى تقلل عمليه مين؟ نسخ الام ار ان ايه الخاص بمين؟ الانسولين. وتزود معدل تصنيع الام ار ان ايه الخاص بمين؟ بالجلوكاجون في خلايا ايه بقى؟ مش بيتا بقى، الفا. في مشكله لحد الان كده ولا لا؟ السؤال جميل. ما الموضع الذي يتصل به الحمض الامين الخاص بهذا الجزيء؟ ده تي ار ان صح كده؟ هل الحمض الامين بيرتبط عند اي فقاعه من دول ولا عند الطرف اللي فوق ديت؟ الطرف اللي فوق اللي هو الطرف سي، عند التابع اسمه سي سي اي، عند الطرف 3 كام شرطه. اللي بعده، اللي بعده ما فيش سؤال اصلا. طيب ركز كده معايا بقى، بقول لك اي اختيارات بالجدول المقابل يوضح تتابعات القواعد النيتروجينيه الاكثر تشابها بين العمود الايمن وما ينظرها في العمود الايسر. شريط الدي ان ايه الناسخ والام ار ان ايه، وبقول لك اكثر التشابه. دكتور المفروض ده الام ار ان ايه المفروض يكون مكمل مش شبيه. طب تعالى بالراحه بقى، مضادات الكودونات وشريط الام ار ان ايه. والله يا دكتور انا لو معايا شريط ام ار ان ايه عليه مثلا اي وجي مضاد الكودون، اكيد مضاد اسمه مضاد كودون الام ار ان ايه، ده مضاد كودون الام ار ان ايه. ما هو شريط ام ار ان ايه عليه كودونات، ده اسمه مضاد الكودون، يبقى اكيد ده مضاده او مكمل ليه. ما هو انت هتقول مثلا لو ده عليه اي جي يبقى ده عليه يو اي سي، فده مضاد ليه برضه. طب مضاد الكودونات والغير ناسخ، انا هنا بقى ونقف، نقف ونرجع اللي انا كنت حافظه اللي هو تي ار ان ايه مكمل لمين وشبيه لمين. انا ما نعرفش نجيبه كاحمد الا لما نحط تحتيه برضه الام ار ان ايه. يلا حط تحتيه الام ار ان ايه. الام ار ان ايه مكمل لمين وشبيه لمين؟ هات الاول الام ار ان ايه، خليك عيل ايه راسي كده على نفسك. الام ار ان ايه مكمل لمين؟ قالك مكمل للناسخ يا دكتور. صح، ما انا بنجيبه من الناسخ بالتكامل. وشبيه لمين؟ للغير ناسخ. حلو. طب تعالى بقى فوق بقى اعكس، خليك ذكي. مكمل للغير ناسخ وشبيه للناسخ. ضيع 3 دقايق زياده عما تحل السؤال غلط، لانك انت لو استعرضت بحاجه زي دي والله لا تغلط. طب يلا شريط الدي ان ايه الغير ناسخ ومضاد الكودون، والله يا دكتور شريط الدي ان ايه الغير ناسخ اهو ومضاد الكودون، ده التي ار ان ايه كده مكمل لغير ناسخ. ما هو التي ار ان ايه هو مضاد الكودون، مضاد الكودون كده مكمل لمين؟ للغير ناسخ الشبيه. طب شريط الدي ان ايه الغير ناسخ والام ار ان ايه، بص كده بقى الام ار ان ايه والغير ناسخ. الام ار ان ايه شبيه للغير ناسخ. اهدى هتعرف تحل. ما هو اصل تعالى نديك مثال، مثلا لو انا عندي مثلا الغير ناسخ مثلا عليه حاجه مثلا زي ايه، انا والناسخ عليه تي تاج، يبقى الغير ناسخ عليه اي تي، لا يبقى اي تي جي. طب يبقى ام ار ان ايه بقى يا معلم؟ يو اي اللي هو اللي بيجيبه من الناسخ اللي هو يو اي جي. طب مضاد الكودون ثواني معلش تي اي والاي تي جي تحط يو والسي جي، يبقى ده مضاد ده الكودون. طب هات لي مضاد الكودون كده يو اي سي. هل بقى اليو اي سي ده اهو زي الاي تي جي؟ مستحيل، ده مكمل ليه. اليو تكاملها ايه والاي تي والسي جي، يبقى ده مكمل ايه. الحوار كله بيعتمد على هدوء. الام ار ان مكمل للناس وشبيه للغير ناس، التي ار ان اكس. طب اين توجد الروابط الهيدروجينيه اثناء عمليه الترجمه؟ اثناء الترجمه بيرتبط التي ار ان ايه بالام ار ان ايه. عن طريق ايه يا دكتوره؟ عن طريق ان هنا المفروض يكون في كودون اهو على الام ار ان ايه، وفوق هنا يكون ايه؟ يكون مضاد كودون، ويحصل تكوين روابط هيدرو جينيه. التكوين ده تكوين مؤقت ولا دائم؟ مؤقت. المنطقه ايه؟ المنطقه كده معانا احنا ايه؟
يبقى انا عندي هنا تحت رابط ايه؟ هيدروجيني. طيب ما انت لو بصيت كمان س ما فيش رابط هيدروجيني، هتلاقي في عين في رابط بين الشريط، ما هو الشريط متزوج في بعض الاجزاء، ويبقى هنا عنده ايه وايه؟ صدوعي. طب كم عدد الكولونات اللي تمثل شفرات الاحماض الامينيه؟ خلاص انا عندي كام شفره ككل؟ 64، منهم كام؟ 61 شفره حمض امين. في بعض الاشخاص نجد ان البروتين الهيموجلوبين يحتوي دائما في احد اجزائه على الحمض الاميني فاليت بدلا من جلوتاميك. يعني في بعض الاشخاص نجد ان البروتين الهيموجلوبين يحتوي دائما في احد اجزائه على مين؟ على الحمض الاميني فالين بدلا من الجلوتاميك. طيب ما السبب في ذلك؟ حدوث خلل في انزيمات نسخ الجين. هو لو الانزيمات بايظه انا الام ار ان مش هيشتغل اصلا، صح كده؟ مش هنصنع اصلا ام ار ان، فمش هنصنع بروتين كامل. طيب غياب حمض الجلوتاميك، هو يعني لو الجلوتاميك غاب هنجيب فالين بداله؟ مش حوار هو. طيب استبدال قاعده نيتروجينيه باخرى في الجين، ولا حدوث خلل في عمليه الترجمه؟ والله خلل في الترجمه مش هيخلينا نغير حمض بحمض. امال ايه؟ اكيد عندنا استبدلت قاعده نيتروجينيه الثانيه فغيرت ايه؟ شفره بشفره فغيرت حمض بحمض، طفره في الجين ذات نفسه. ما مضاد الكودون لشفرة حمض الميثيونين؟ الميثيونين اي يو جي، يبقى مضاد كودونه يو اي سي. بقول لك بفرض انه اثناء تضاعف الدي ان ايه البكتيري حدث استبدال بين قاعده انتروجينيه واحده تي باخرى جي. يعني انا ايه في جزء من الدي ان ايه، انا كان معايا جزئي دي ان ايه اهو، جزئي دي ان ايه، حدث استبدال قاعده تي بايه؟ بجي. يعني شلت التي وحطيت جي بالراحه. اي مال يمكن ان يحدث له تغيير حمض اميني واحد في جميع بروتينات الخليه ولا في البروتين بتاع الجين بس؟ ما هو حدث التغيير حدث في جي، يبقى التغيير في بروتين واحد مش جميع البروتينات. كل الاحماض الامينيه قال لك مستحيل، انت غيرت فين؟ في قاعده واحده، يبقى انت غيرت في شفره ايه؟ واحده. حمض اميني واحد في البروتين المتكون من هذا الجين، قال لك اه لو الجين انت بوظت قاعده في جين يبقى هتبوظ شفره في جين، يبقى هتبوظ حمض واحد في ايه؟ في جين. 137 اذا كانت تتابع النيوكليوتيدات في قطر الجزيء دي ان ايه؟ 3 5 كالاتي و5 3 كالاتي. عين الجدول اللي امامك وشوف بيقول لك ايه بقى؟ اي الاختيارات بالجدول يحدد تتابع القواعد النيتروجينيه في شريط ام ار ان منسوخ وتسلسل الاحماض الامينيه في سلسلات عديد البكتايد الندره. لو بصيت كده معايا هتلاقي دي بدا بيو اي سي، يو اي سي، يبقى انا واخد كده ايه؟ اي اليوت دي تكامل مين؟ تكامل التي، والاي تي تكامل الاي، والجي تكامل سي، يبقى ده واخد شريط كام؟ 3 5 وماشي كده. يمشي يا دكتور، ماشي. بعد كده عندك بعديها اي 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 يو يو يو. طب بعد كده تي جي سي اي سي جي، بعد كده تي 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 اي اي جي سي جي، لا ركز بقى، سي جي سي جي سي جي، حلو. طب جي 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 سي سي سي، حلو. يبقى ده يستخدم شريط القالب كام شرطه؟ 3 شرط، يبقى هو هنا يستخدم القالب التمام. طيب لو جيت تعالى بقى نبص على تسلسل الاحماض، دي الكره الدوره هتشتغل ازاي؟ الكره الاولى دي القاعده الاولى، دي القاعده الثانيه، دي القاعده الثالثه. يعني ايه؟ يعني بص كده يو اي سي، هتمسك يو اي سي تبع لمين؟ تبع التيروسين. هل ده بادي بتيروسين؟ لا ده بادي بليوسين، ده ترجم غلط. طيب تعالى بقى بهدى، هتلاقيه جي جي جي، يعني المفروض يكون البدايه تكون سي سي سي. فين السي سي سي؟ فوق. والله يا دكتور سي سي سي، يعني ده ممكن يكون استخدم ده ومشى في اتجاه ايه؟ ده كده صح؟ طيب بالراحه كده. طيب كمل، يعني ممكن يكون بادي من ورا كده، يعني بادي في اتجاه ده 3 5. سي 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 هتبقى جي جي جي، بعد كده عندك جي سي جي هتبقى سي جي سي، اي 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 يو يو يو. طيب جي سي اي سي جي يو، بعد كده تي 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 اي اي اي، بعد كده سي اي تي تبقى سي اي يو، ولا ممكن تبقى جي تي جي السي تكملها جي والاي تكملها يو والتي تكملها اي. هل دي تنفع؟ لا خلاص، يبقى التاني ده ايه؟ راح هو كمان. طب بص على جيم ودال، هتلاقي جيم
بادي بأي وجي ماشي، يبقى ده تكامل الأي تكاملها تي، والتي الأي وجي تكامل مين؟ تكامل التي أي سي، التي أي سي تي تكاملها أي، والأي تكاملها تي شي تي وحط يو، والسي تكاملها جي، يبقى الأي وجي أهي. طيب واللي تحتيها يو أي سي تكامل مين؟ اليو أي سي تكامل دي، يو أي سي تمام. طيب ده في الشريط في جزء ج ماشي كده، هي ماشي كده يعني نستخدم شريط القالب 5 شرط، هل ده ينفع؟ لا مش هينفع نستخدم شريط القالب 5 ايه، يبقى مش هنستخدم الا شريط القالب 3 شرطه، هيمشي على الاي تي جي وماشي كده. دكتور طب ده ما داش بالتاك، قال لك ده جزء من جي، لما تجيب تمشي كده هتجيب ده هتلاقيه تمام، هتستخدم دول في تكوين احماض هتلاقيه تمام. طب تعال بص نستخدم في تكوين احماض كده، يو اي سي ده تكامل اي تي جي، طب هات كده يو اي سي اهي، هذا يو اي سي طيب سي. طب بعد كده عندك يو يو يو، تعالى هتمسك يو 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 فينا الاناني فعلا. طب قال لك اي سي جي، اي سي جي ثريوني. طيب امسك بعد كده اي 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 واي سي، ها جي جي سي جي جي سي جي الاني. طيب سي 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 اهو، سي 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 برولين ده تمام، وانا جبت الشريط ديت من قالب 3 5، يبقى الجديد 5 3 واحمده تمام ولا مش تمام؟ تمام، وكان الله بالسر عليكم وربنا يكون في عونكم. السؤال اللي بعده يقول لك اي مما يلي لا يمكن حدوثه نتيجة استبدال اثنتين من القواعد النيتروجينية في منتصف جزيء الـ mRNA. أنا عندي مثلا جزيء الـ mRNA ده الطبيعي، مثلا لو شفرة 2 3 4 ده مثلا A A A C C G A C U G G G U A A، ده خلي ده مثلا U A U G A U G، بقول لك ايه لا يمكن حدوثه عند استبدال اثنتين من القواعد براحة. انت ممكن الاستبدال يكون مع الجي والاي، ممكن الاستبدال يكون في الجي والجي. طب تعالى كده براحة، عدم تكون السلسلة، قالك لا هي كده كده هتكون لانك هتستبدل فين؟ في النص. فانت كده كده البداية شغالة ولا مش شغالة؟ شغالة. انت ممكن تبدل الاثنين دول مثلا بوقف، تعمل وقف، او تبدل الاثنين دول وتعمل وقف، مثلا ايه تشيل مثلا السي واليو دول وتحط مثلا، لا مش هتشيل دول، مثلا هتبدل ايه مثلا، تكون مثلا جي جي دي ايه مثلا يو يو يو، تشيل يو يو دي وتحط ايه ايه، يبقى انت كده كونت ايه وقف. هل انت كده مش هتكون سلسله، هتكون بس هتكون سلسله ايه اقصر. تمام كده. طيب يبقى عدم تكون السلسله دي، لا السلسله لازم تتكون لانك التغيير فين؟ في النص. فالجزء الاول كله ايه شغال، حتى لو غيرت الوقف السلسله هتكون بس اقصر. طب كمل. تغير الام الاحماض قال لك ممكن ازاي؟ لما تغير قاعده من شفره وقاعده من شفره ثانيه، انت كده غيرت كام حمض؟ حمضين. طب تغير حمض اميني واحد، قال لك ما انت ممكن تغير قاعدتين من شفره واحده، بتغير حمض واحد فعلا. عدم تغير الاحماض، ما انت ممكن تغير قواعد، يعني مثلا تغير مثلا الجي دي بسي والاي دي بيو تمام، هتلاقي دي جابت شفره جديده اه بس نفس الحمض، دي جابت شفره صح بس نفس الحمض، يعني ممكن كل حمض يكون لي كذا ايه شفره. فتاني اللي تعمله ممكن ما يعملش شفره عن طريق ان انا جبت شفره جديده لنفس الايه لنفس الحمض، انما فكره انك عدم تكون السلسله، عدم تكون ده انك تغير بص البدء بوقف، وانت غيرت فين؟ في منتصف الار ان ايه، مش فين؟ مش في الاول. فانت هتكون سلسله بس حتى لو غيرتها الوقت، انت هتكون سلسله بس السلسله ايه اقصر، بس السلسله هت ايه هتتكون. بقول لك ايه، بفرض وجود 140 بفرض وجود شكل جديد من اشكال الحياه بتاع الكائنات الحيه، تتكون الشفره الوراثيه لها من 5 انواع نيوكليوتيدات. يا ابويا كم نوع؟ 5 انواع نيوكليوتيد وكودون وقف واحد ماشي. فاذا كان لكل كودون 4 قواعد، يعني الكودون بقى كم قاعده؟ 4، فما هو الحد الاقصى
لعدد الأحماض الأمينة التي يمكن استخدامها. يقول لك بفرض وجود شكل جديد من أشكال الحياة، تتكون الشفرة الوراثية لها من كم نوع؟ من 5 أنواع نيوكليوتيد. كان عندي كم نوع نيوكليوتيد؟ 5. وكودون وقفه ايه؟ 1. فإذا كان لكل كودون 4 قواعد، 4 قواعد، فما هو الحد الأقصى لعدد الأحماض؟ بالراحة، احنا كنا لما كنا الشفرة بتاعتنا كانت مكونة من، كان معنا 4 أنواع نيوكليوتيدات صح؟ والشفرة كانت ثلاثية، كنا 4 أس كام؟ طيب لما النيوكليوتيدات دلوقتي بقت 5، يبقى نسد الأربعة بكام؟ 5 صح كده؟ طيب والشفرة بقت ربع، هنقول 5 أس كام؟ أس 4 صح كده؟ طب 5 أس 4، يلا نجيبه كده 5 أس 4. 5 5 في 5 في 5 في 5 625. حلو، يبقى انا كده عندي كام بديل؟ عندي 625 بديل او 625 شفرة. حلو، بس سؤال عندك كام واحد وقف؟ واحد وقف، يبقى نقص منهم كام؟ مش كلهم 625، واحد وقف نقص واحد بقى كام؟ 624. يبقى انت السؤال تاني اهو بالراحة، احنا لما كان معانا 4 انواع نيوكليوتيدات كنا بنقول 4 اس كام؟ 3، لان عندنا كانوا 4 نيوكليوتيدات والشفرة ثلاثية. انما دلوقتي النيوكليوتيدات بقت كام؟ بدل 4 بقت 5، والشفرة بقت ما كانت ثلاثية بقت ربع عين، يبقى 5 اس 4. تضرب في العدد 5 في 5 في 5 تبقى كام؟ 625 بديل. احنا هنا كان بيطلع كام؟ 64 بديل، كان فيهم 3 وقف صح؟ يبقى كان بيفضل 61 شفرة بتاعت أحماض أمينية. طيب هنا 605 لما نشيل واحد وقف بقى كام؟ 624. دكتور ما ممكن يا دكتور الحمض يكون ليك كذا شفرة، بس الراجل قال لك في السؤال الحد الأقصى لعدد الأحماض. يعني الحد الأقصى؟ يعني كل شفرة يكون لها إيه؟ فأقصى حاجة إن كل ال 624 شفرة يكون لهم 624 إيه؟ حمض. والسؤال في غاية من الأهمية والجمال. بص يابا كده الشكل التخطيط المقابل يوضح التركيب المحتمل الجيني. إذا علمت أن هذا المحتوى الجيني يتكون من 3200 مليون زوج من القواعد، تمام، علما من الأماكن التي تحمل شفرة تسمى إكزو، والتي لا تحمل شفرة تسمى إنترو، يعني الإنترو لا يحمل شفرة، فكم عدد القواعد التي تحمل شفرات بناء البروتين؟ على الإمر للإمر ني ده كم شريط؟ شريط واحد. يبقى جاي المفروض من الشريط دي إن إيه؟ مش شريطين 3200 صح؟ زوج، يبقى الشريط الواحد 3200 قاعدة، 3200 مليون قاعدة. طب بقول لك ده المحتوى الجيني كله، في 1.5% اكزون، يبقى الاكزون يمثل شفرة. طب 5% انتون ده لا يمثل ايه؟ شفرة صح كده؟ انت عايز اللي يمثل شفرة، مش هو قال لك شفرة بناء البروتين، ما انت عايز اللي يمثل شفرة صح؟ يبقى هتضرب ال 3200 مليون، 3200 مليون في 1.5 عالمي، هتلاقيها كام مليون؟ 48 مليون. ولك الشكل المقابل يوضح القواعد النيتروجينية، قواعد الايه؟ النيتروجينية لكودون حمض أميني معين. فإذا كان هذا الحمض له 4 كودونات تتفق جميعها في أول قاعدتين، يعني أول قاعدتين زي ما هو، ما نسبة؟ فكان بيقول لك الشكل المقابل يوضح القواعد النيتروجينية لكودون حمض أميني معين. فإذا كان هذا الحمض له 4 كودونات تتفق جميعها في اول قاعدتين، يعني الجي واليو متفقين فيه، ما نسبه الحصول على هذا الحمض عند ادخال احدى القواعد النيتروجينيه في الوضع س؟ مش هو قال لك ليه 4 كودونات؟ اه الاربعه دول متفقين في اول ايه؟ اول اثنين، يعني اول اثنين جي يو جي يو جي يو جي يو، ليه 4 كودونات؟ طب انت هتحط الثالثه، هتحطها يا ايه؟ يا سي يا جي يا يو. ما في حاجه ثانيه؟ لا، مش هو قال لك ليه 4 كودونات؟ تتفق في اول اثنين. ايوه خلاص، يبقى انت كده نسبه الحصول على هذا الحمض عند ادخال احدى القواعد الثانيه هي ايه؟ 100%. وصلت كده لسه؟ وصلت. طيب اذا كانت ثلاثيه الشفره على شريط الدي ان ايه الناسخ تتضمن نوعيه قواعد، نوعي قواعد نيتروجينيه البريميدينات فقط، يعني الناسخ تلاقي اي تي اي تي اي تي اي تي، فإن
القواعد اللي تتكون منها مضاد الكودون. فاكر مضاد الكودون؟ مضاد الكودون ده كان شبيه لمين؟ كان مش الام ار ان اي مكمل للناسخ؟ يبقى مضاد الكودون كان شبيه لمين؟ شبيه للناسخ. بما ان الناسخ اي تي اي تي اي تي يبقى مضاد الكودون اي تي اي تي اي تي، بس شيل التي وحط يو، يبقى يو واي. وصلت ولا لسه؟ كده طبعا ما عادش فاضل الصفحه دي كده، والباقي دي اسئله الايه كتاب الدليل ومحلول. خلاص في الحصه الجايه هنبدا باليه تقليق البروتين بدايه من السؤال 165 لحد 265.